نرحب فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الشباب والصيف. احنا اليوم موجودين في ساحات الجهره وبطوله جدا مميزه تنظمها الهيئه العامه للرياضه، بطوله كره القدم الناشئين. خليكم معنا بعد الفاصل نشوف احداث البطوله. معنا رئيس اللجنة المنظمة والقائمة على مثل هذه الفعالية المميزة الكابتن أحمد عاصي الضفيري، الله يعطيك العافية. الله يعافيك، مرحبتين. بالبداية نتكلم عن فعاليات التي أقيمت على ساحات الجهرة أو بالنسبة لهيئة الرياضة، نقدر نتكلم عن الفعاليات السابقة؟ إيه نعم، إحنا في البداية نشكر سعادة المحافظ ونشكر الشيخ أحمد المنصور رئيس الهيئة العامة للرياضة، ونشكر إدارة الرياضة الجميع على جهودهم اللي معانا. وبالنسبة للفعاليات اللي صارت، يعني أول فعالية صارت تقريبا قبل 4 أيام اللي هو نهاية بطولة كرة القدم للرجال المفتوحة، تكون منها تقريبا 64 فريق، يعني كان الحضور هنا مميز وتقريبا 640 شخص موجود هنا بفضل الله عز وجل. والبطولة الثانية إقامة بلياردو، البلياردو تقريبا 32 شخص لعب، وبلاي ستيشن 2 بلاي ستيشن 64 شخص، وش اسمه، وتنس الطاوله 32 فريق، والحين شوفت عينكم الحين شو اسمه بطوله كره القدم الناشئين اليوم معانا. اي نعم، كره القدم الناشئين، والحين 32 فريق. ما شاء الله اقبال على الفعاليات بكثره ما شاء الله. نتكلم عن الفعاليات القادمه بالنسبه للبرنامج الصيفي الوضع الذي وضع لمثل هذه الفعاليات. احنا عشان تكون بالصوره، احنا ادارتنا رياضه للجميع، رياضه للجميع للجهره كلها والمناطق والمحافظات. الحين لو تلاحظ حتى الناشئين في ناس جايين من مناطق اخرى غير الجهره ومشاركين. مو لازم تقيد في منطقه معينه، مفتوح الباب التسجيل للكل. باب التسجيل للكل بحيث انه يشاركون
وعساس الناس تستانس والاطفال هذا شفت عينك يعني هم مستانسين فضل الله عز وجل. في شروط معينه يعني مثل احضار البطاقه او تامين او يعني اجراءات بالنسبه للمشاركه في مثل هذه البطولات؟ اي نعم، هذا يعني مثلا على سبيل المثال الناشئين من 2000 ل 2004 يكون الاعمار من 2000 ل 2004 ونكون نحرص على الموضوع هذا بحيث انه شنو؟ بحيث انه يتساوى اللعب. صحيح. تقارب المنافسة والاداء بين الشباب ويكون الفائدة لهم يعني. صحيح صحيح. بالنسبة للفعاليات القادمة ممكن انت ذكرت ان في فعاليات راح تقام يعني ان شاء الله مستقبلا نقدر نعرفها؟ يعني بعد تقريبا بعد 4 ايام راح تقام بطولة كرة السلة للجهرة، وبعدها بعدها بفترة يعني راح تقام كرة الطائرة، واحنا مشاركين بكرة الطائرة تقريبا 16 اي تقريبا ما لحد الحين قاعد نحضر على الاستمارات الموجوده وناس فيها اقبال كبير في طور التحضير البطولات القادمه. اي نعم. بالنسبه للمشاركين في هالبطولات هل يعني تسكرت الافرقه على عدد معين؟ اي البطولات القادمه في تسجيل مفتوح لحد الان ولا تسكرت؟ لا لحد الحين تسجيل مفتوح، المفتوح الحين كره السله وكره الطائره. بالنسبة للمشاركين إذا يحب يسجل هل في مكان معين يقدر يروح ليسجل؟ إيه نعم، بساحة الجهرة الرياضية النموذجية مقابل المرور وخلف المحافظة الجهرة الجديدة. ما شاء الله، يعني في إعلانات لمثل هذه البطولات في وسائل التواصل الاجتماعي والعصر الحديث، يعني في إعلانات تقام لمثل هذه البطولات عشان يعرفون الناس. إيه نعم، إحنا طال عمرك إحنا إدارتنا مشاركة في الفيسبوك في تويتر في كلها، إدارتنا قيادة شو اسمه حمد الهزيم ونائبه وليد السلطان ورئيس قسمنا أحمد الصايغ، نشكر جهودهم معنا. معنا أحد أعضاء فريق مان سبورتس حارس المرمى، عرفنا باسمك. ناصر بدر. ناصر، المباراة انتهت في التعادل السلبي والبلنتيات كانت يعني الضغط كله عليك انت حارس. صح. عانيت صعوبة؟ اي والله لاني انا غلطت في التصدي شوي. يعني انت قصرت في التصدي؟ اي. يعني بس حالفك الحظ في البلنتيات. صح اي كلها عارضة كراتهم. المباراة كانت صعبة لكم اليوم؟ اي والله. دفاع ساعدك ولا صعب المباراة عليك اليوم؟ لا حيل ساعدني الدفاع. عدل، الفريق كان صعب يعني هاجم عليك؟ اي والله. زين بالنسبه لك يعني الكرات اللي تكون يعني عاليه او تكون مباشره لك شلون تغلبت على الخوف يعني منها؟ اروح امسكها مع انه خوف حيل يعني. للحين في خوف ولكن تغلبت على الخوف. اي والله. تنصح احد انه يدش في يعني مركز حراسه المرمى يمارس اللعب فيه؟ اي. شنو المميز فيه؟ انه يعني يقدر يمسك الكره بسهوله وسيدي يعني يكون عليه شوي راحه من الهجوم والدفاع. ما تركض تتعب نفسه وما انت قاعد تجيك الكوره. اي والله. عدل، ولكن انت تمثل نص الفريق، انت يعني اذا دش عليك جول او صديت جول انت انهيت المباراه. صح. باذن الله، شو تقول حق ربعك بعد الفوز؟ احب اشكر ربعي واحب اشكر كابتن عايد وكابتن بدر. واحب اشكر كل قائمين على الاكاديميه مان سبورت بساحه الجهره الرياضيه. باذن الله، مشكور والله يعطيك العافيه. الله يعافيك. معنا احد نجوم فريق مان سبورت اللي فازوا قبل قليل بالبلنتيات، المباراه شلون كانت صعبه ولا سهله؟ والله المباراه نفس ما تكون صعبه يعني كذا المباراه صعبه بس احنا قدمنا بروح بداء بروح جماعيه باصات عرفت شلون؟ طبعا الفضل يعود الكباتن كابتن ناصر وكابتن متعب، الكباتن كلهم كان لهم دور عرفت شلون؟ وثاني شيء انا لعبت طقه وباص يعني وهذا تيكي تاكا برشلونه استخدمته؟ لا مو برشلونه لو سمحت ريال مدريد هذه خطه تزيده. والله لعبنا وبروح جماعيه وبعدين ملتزمين بالتمارين ملتزمين بالروح يعني كلنا كروح هذا مو كجروب لا كجماعه عرفت شلون؟ كربع يعني ما نلعب ان هذا يلزمني في نادي وبس لا هذا رفيجي هذا كذي انا متعود. انت خلق الروح بينكم والالفه بينكم وتناغم على ارضيه الملعب. نفس ما قلت تناغم صحيح. باذن الله. نعم وحنا باذن الله شو اسمه لعبنا كوره جماعيه حلوه وبيضناها باذن الله. باذن الله، نشوف اليوم بعد الفوز يعني تحضيراتكم مباريات القادمه شلون كانت؟ المباريات القادمه تبي يعني؟ تحضيراتكم بالنسبه للمباريات القادمه هل في معسكر راح يقام؟ تدريبات معينه؟ نعم احنا نتدرب يوم وترك هني فريق ككل، احنا جروبين الف وبي، مباراه هني ومباراه هني وفزنا بكل المباراتين، الف فاز اي نعم وبي فاز، الف فاز 2-0، بي فاز حالفنا الحظ بالبنتيات نعم. باذن الله، شو تقول حق ربعك بعد هذا الفوز؟ والله ربعي اشكرهم كلهم على مجهوداتهم ما قصروا، ربعي كلهم بلا استثناء وخاصه الحارس
كان في خوف عليه بس تغلب على الخوف ان شاء الله عليه. كل التوفيق لكم، الله يعطيكم العافيه. يسلمك، موفقين. الله يعطيك العافيه. احد نجوم فريق مان سبورت اليوم، عرفنا باسمك. محمد بوفيري. كابتن، شلون كانت المباراه معكم؟ صعبه اليوم؟ المباراه والله اليوم كانت قويه شوي، والضغط علينا كان الفريق ضدنا، وادينا اداء اللي علينا. بالنسبه لك جناح لازم في موازنه بين الدفاع والهجوم، شلون خلقت هذا النوع من الموازنه؟ معنويات كانت عاليه اليوم، في جمهور عندنا حاضر معنا اليوم. الجمهور الحمد لله موجود، جمهور ومشجعين، وكانت مباراه قويه وحماس. بالنسبه لك كلاعب، يعني الجمهور لما يكون متواجد كل الاعين عليك يعني يشكل ضغط عليك صح؟ مو علي انا بس، على نص الفريق وعلى الحارس خاصه، لانه هو اللي مسك نص الفريق. بعد هذا الفوز طموحكم اللقب ولا يعني طموحكم شنو؟ اللقب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لازم تحضرون اكثر للمباريات القادمه ان شاء الله باذن الله. جاهزين للمباراه القادمه ان شاء الله؟ توقعك النتيجه 2-1 ان شاء الله باذن الله. ليش واحد؟ قلت 2-0. لا، يمكن الفريق قوي انه ما يوصل النهائي. صحيح، لازم تكون في حماس في المباراه. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. مشكور كابتن. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الشباب والصيف. نشوفكم باكر في حلقة جديدة، فمان الله.